هي اجمل قصه حب على الريد كاربت. ستيفاني وزاف منورين الدنيا كلها. ميرسي. ثانك يو. مش مهضومه. ثانك يو حياتي. ثانك يو. ممكن تكلميني عن الاطلاله والدريست ولونه؟ بجد انا عاجبني جدا. طبعا ده ميسه اللي تقيم بس انا عاجبني قوي. ثانك يو. ثانك يو سو ماتش. انا ام ويرينج جورج شقره اليوم. انا ام اونرينج ليبانيز ديزاينرز. لا مثل ما بتعرفي نحن بايفنت للفاشن وللجمال والليبانيز ديزاينرز يعني they are worth celebrating. Later on رح كون لابسه توني ورد و I will be styled by إبرة for the two looks. أنا عارفة إن أنتوا النهاردة هتغنوا في أغنية أنتوا الاثنين مع بعض على الستيج. ممكن تكلمني أكتر عن تفاصيل الأغنية؟ أكيد. هي كانت مفاجأة بس عندك مش مشكلة. يلا ورينا. عندك ما حدا رح يشوف. ما حدا رح يعرف. لا لا في السر ما حدا سمعنا خالص. أول شيء ستاف رح تغني غنية لإلها، غنيتها الجديدة بنت امبارح، اسمها بنت امبارح ولا امبارح. يس. ومن بعدها رح غني غنيتي الجديدة اسمها بيسو. وبيرجع رح تنضم ستاف معي على ستيج تنغني غنيتنا البكلة. وي كانت ويت صراحة، كثير محمسين لأنه الجو رائع صراحة والجو حلو جدا جدا. وده يعني الحمد لله بنطمن الناس إن دبي مدينة الجمال أجمل وأجمل كل يوم يا رب. صحيح. أنت لسه ما قلتليش بقى على اللوك بتاعك. أنا اللوك تبعي كمان عم تشجع، مش عم تشجع، بالعكس نحن قلنا الشرف نلبس وي براود إنه نلبس الصناعة اللبنانية. لابس ميزون دي ماك. أنا الدريس بتاعي صناعة لبنانية كمان. تمام. بيوتيفل. والإيفنت صناعة لبنانية بدبي. سو نحن فخورين بهذا الشيء. نورتوني حبايبي. شكرا. ونرجع على ميسا. شكرا.